حيتان. شويه بس خلي باذنجان. اول حاجه يا جماعه صلاتكم على الزيت. والله جيدكم هذه راه فوق روسنا من فوق راه. بارك الله فيك. ايوا اقسم بالله راه اللي عنده فيها نصيب، النصيب والرزق والموت في يد الله راه. ونحن راه والله حزانه وقلوبنا تقطع، ما دابينا راه نعطوا كل واحد سياره. لكن هذا اللي قدرنا عليه الله سبحانه وتعالى، والسياره هذه صدقه على المرحوم الوالد حياتي محمد مجودة. الله يسلمك يا باتي وجميع المراحيم بنغازي، واللي الناس اللي فاق دفاتها واللي فاق تخوه واللي فاق امه واللي فاق ولدها، هذه صدقه عليهم وباذن الله في ميزان حسناتك يا ايكو. وكيف ما قال لكم ايكو، وكيف ما قال لكم ايكو، راه مش اخر حاجه مستمره العاده، عرض وعرض هتصير سحب علي سياره. والله ولي التوفيق واللي فيها النصيب يا جماعه، راه النصيب والرزق والموت والنسل في يد الله سبحانه وتعالى. هذين فوق 400 اسم، فوق 400 اسم تمام، يعني بيطلع شخص واحد. العمليه بالنصيب والنصيب في يد الله وربي. صدقني راه ربي كعالم بالنفوس، واكيد اللي بياخذها ربي دزه انه هو محتاج لها بجد. وربي يوفقكم، راه جيتكم هذه على روسنا من فوق من فوق. وسامحونا وكتر الله خيركم، وتوكلوا على الله، كبر الله مقدارك وميزان حسناتك يا ايكو. وان شاء الله مش اخر عرض، ايوه وباذن الله مش اخر سياره بالضبط. وكل بعد فتره وفتره في سحب، وباذن الله معاكم ومش عليكم، وديما معاكم وديما معاكم وديما معاكم، وايكو معاكم مش عليكم، وباذن الله بسعاره يرضيك. الله اكبر. والملائكة هذه هو اللي بيسحب الورقة، ما يدري عليه شيء. هذا جايبين الملائكة هو اللي بيشد الورقة، واللي عندها فيها نصيب هي اللي بتطلع اسمها. قبل ما تسحبها قول بسم الله، طلع يدك ونشوفها. واللي حاضر فيكم يقعد اسمه هنا وبياخذها، مش حاضر اسمه معي. قسما بالله وحق الله راه واللي بيطلع اسمه، طلع يديك حمادي من جاك، اللي بيطلع على الشاشة مرحبتين به، ما يبيش يطلع على الشاشة. نحن عادي راه ما ندورش لا نبو دعاية لا نبو اعلان. لحظة يا ايكو، التعليقات السلبية اللي نسمعوا فيها واللي يدوا فيها العرب راه بالعكس بالعكس هذين يفرحنا راه، ويزيد لنا قو. هكي نعرفوا روحنا، هكي نعرفوا روحنا نحن ناجحين ومش غريبة عليه يا باتي. هو هذه شغلته قاعد على فراشه ويعلو في تعليق سلبية، هذه شغلته. نحن بالعكس هيك يدعمنا ويفرحنا، يرفع لنا حتى معنوياتنا بالضبط. وكل تعليق سلبي نحن نفرحوا به، وقاعدين وقاعدين مازال. واللي تطلع لنا شهد بالله تكون فتحة خير عليه. اللي قاعد انا باهي واللي مش قاعد برنوا عليه. شنو العرض انت العرض؟ العرض بكره الحديث الشوي بكره. كم سيارة بكره؟ الشوي بكره. ونيس قبل ما تفتح سيارة وما ندورش. والانسان المحتاج جاته ابل في الجزير راهي، شوية طرف شوية، احسن طرف شوية. ابل في الحفاظة في جزير، ابل في الحفاظة بمعنى كلمة. اي حماد شويه شويه الطريق وعسف وزبلح وخر بن زبلح. اي حماد كل حاجه باليد. اي حماد بسم الله شويه بس. هاي بسم الله وتوكل على الله. كبروا يا جماعه، كبروا يا جماعه. الله اكبر. سعاد علي محمد بغراره طلعت وليه 091 878. تمام بديت الرقم 100% خذ الرقم. سعاد علي محمد بغرارة خلاص، تحية كبيرة سعاد. ان شاء الله تكون من نصيبها، ان شاء الله تكون جونا صبايا وجونا رجالة وجونا كل الناس خير عليها يا رب. ان شاء الله تكون مستحق لها هي واسرتها وهي ورجلها. وامتى ما تجي تستلم؟ اليوم بكره في الليل في الحب والصوت. تو قاعدين جينا تو قريبه باهي نحن بالنصيب. نعاود الاسم، سعاد علي محمد بغرارة. تمام الرقم 100 هاي انت خذ رقمك. كم الرقم؟ هات الرقم هذه على البت. لا 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 8 7 بما يرضي الله. ما شاء الله ما الصبايا اللي جن خلوا في اسامي نكتب في اسامي رجالته. صحيح ان شاء الله المره الجايه يكون نصيبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبتي استاذة، انت جيتي سجلتي في سيارة سحب ايكو شوي بالنار. ايوه وطلع اسمك وجاتك ابل جديدة في السوق. الله اكبر. تعالي استلمي سيارتك. ما شاء الله نبي صافي اخويا. خشي على البد، خشي على البد، خشي على البد. طلع انت جاتك ابل جديدة في السلوفان، تعالي استلمي من البارك البريد. بارك الله فيك يا خويا، الله يبشرك. كبري يا امي كبري. ما شاء الله ما شاء الله. زغلتي زغلتي ولدين. تحية سعاد يا جماعة. دزي حد يستلم السيارة. زغلتي زغلتي بحياتي يا اخوي. بارك الله فيك، الله يبشرك بالجنة يا اخوي.
سلمك الله يرحم والديك. يقدس حد يجي يستلم السيارة. أنا منك إلا الدعوة بس. سلمك الله فيك. دعوة دعوة. سلماني أنا. ماشي ماشي يا عمي، هيا في الانتظار في الانتظار اللي يجي يستلم السيارة دزينا معاه رقم، دزينا معاه الهاتف هذا اللي نحنا رنينا عليه مش نسلمه للسيارة. قاعدين يا حاجة لعند الساعة 12 في الليل، وش ما جينا بدري إيش ما أحسن، وأهم حاجة التليفون اللي رنينا عليه هذا توا يكون حاضر معاكي. حاضر يا أخوي، الله يبشرك بالخير. إن شاء الله تكوني مستحقية له، وإن شاء الله تكون نصيبك. والله مستحقة، درسني صايمة بكرة ما عنديش عشاء. وينك أنت صايمة وربي دزها لك بنصيبك، وهي توكلي على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. ماشي أمي، هاي في الانتظار. على السلامة. السيارة طلعت من نصيب وليه مستحقة، طلعت من نصيب جوزة جات هي ورجلها ما عندها مش سيارة وخدتها من نصيبها، وبإذن الله ما زال مش هذا آخر سحب، ما زلنا قاعدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسامي يذن إن شاء الله حيجدها من جديد كل بين الفترة وفترة مستجد.